عشية بداية الشهر الرابع على ما اسموه طوفان الأقصى، المغامرة الحمساوية التي انطلقت في 7 أكتوبر 2023 وبعد أن دخلت الحرب بين إسرائيل وإيران، كونها الراعي الأول لما يسمى محور الممانعة. وهي اعترفت إيران أن وراء 7 أكتوبر كونها هي عملت هالعملية انتقاما لقاسم سليماني. دخلت هذه الحرب فصل جديد من حرب سبرانية وأمنية، بلشت بالاغتيالات. قتلوا مسؤول الحرس الثوري الإيراني المقيم بسوريا من تقريبا 30 سنة رضي الموسوي، هو المسؤول عن دعم اللوجستي لميليشيات إيران بلبنان وسوريا وبغزة. ولم يكد ذاك المحور الذي نشر الدمار أين محل، حتى كانت الصفعة الثانية له مش بوجهه كمحور ولكن بوجه حزب الله، ليقال اليوم أنه حسن نصر الله خايف ومتخبي بالعراق. تم اغتيال القيادي بحماس صالح العروري، لمعرف حسن نصر الله يلفظ اسمه إنما قال الشيخ صالح، الرجل الذي يقال أنه من هندس وخطط لطوفان الأقصى. وأين تم ذلك؟ بقلب الضاحية الجنوبية، يعني أكيد في وشاية بعكر دار حزب الله، أكيد في خيانة. اغتيل العروري تحت أعين وأنف حزب الله، ولهذا الفعل رسائل كبرى، ومنها أن إسرائيل نفذت اللي وعدت فيه وهي قادرة على اغتيال وقتل اللي بدها إياه واللي بتقدر تخطط له، وكل من حضر ل 7 اكتوبر يدا طايلة اينما كانوا رغم كل الاحتياطات. وطبعا انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي اخبار عن علاقة ليزبك وهو مسؤول بحزب الله، وايضا علاقة لجواد نصر الله اللي هو كان مع العروري قبل بفترة بنفس المكان، وهو مكان جدا محصن. العملية يمكن تصنيفها بالدقيقة اسفرت عن اغتيال 3 من قيادات حماس، هن العروري، سمير فند المسؤول الامني والمالي لحماس، وعزام الاقرع، وهن من قيادات كتائب القسام. العملية تعتبر اخطر تصعيد من اول ما بلشت عملية طوفان الأقصى. وعلى الجانب الفلسطيني، أما على الجانب اللبناني، الاغتيال رجع أحيا ذكريات اللبنانيين بدهم ينسوها، ولأنه لها أثر كثير عليهم هي الاغتيالات واستباحة الساحة اللبنانية لتصفية حسابات، خاصة بما يتعلق بموضوع الفلسطينية. الضاحية مخترقة، إسرائيل قادرة على تصفية أي شخصية بدها إياها، حزب الله تحول لظاهرة صوتية، حسن نصر الله عم بغص مش قادر على حماية قيادات ما يسمى بالمقاومة، وبيطلع علينا بمنظر ألوهي ولكن الفعل مش موجود. عمليات المشاغلة اللي عم بيعملها على الحدود هي أقصى ما بيقدر يعمله، على الرغم من أنه عم يتكبد خسائر كتير كبيرة. ما مضيت ساعات على اغتيال العروري حتى قدرت إسرائيل تقضي على حسين يزبك مسؤول ارتباط بحزب الله بالناقورة، ومعه 3 عناصر. حدا قال عبر التغريدات على موقع اكس او منصة اكس انه ابو عبيدة هو موجود بلبنان وتم اغتياله. الاغتيالات اللي عم توقع كشفت مدى الترهل الامني عند حزب الله او الخيانه والعمالة الموجوده عنده. هن عم بيعانوا من تخبط اليوم، وعم يفتحوا الساحه اللبنانيه على موجه من الاغتيالات اللي ما بدهم اللبنانيين يشهدوها. رغم ذلك فينا نقول انه هيدي العمليات راح تكون المدخل نحو تسويه. شفنا اليوم ملامح لها، وهي تطبيق جزء من 1701، هو الابتعاد 3 كيلومتر من الحدود مع إسرائيل، ولكن هذا لا يكفي. الذي ننتظره هو أعظم، وسنتابع معكم هذه المستجدات.